يا ترى أنت عم تشتغل شي بتحبه؟ السؤال موجه لإلك، السؤال موجه لإلك، السؤال موجه لإلكم. يمكن أغلب الإجابات رح تكون ما بعرف، لأن غالبا أنت ما سألت حالك هذا السؤال من قبل. افعل ما تحب من أكثر الاقتباسات المشهورة، أغلبيتنا بنعرفها، ولكن للأسف نحن فقط بنعرفها. بجوز سمعت هالجملة بمكان ما على السوشيال ميديا، أو حدا خبرك إياها، أو قرأتها بشي كتاب ومرقت بوقتها على ذهنك مرور الكرام. لكن مجرد ما تفكر بالاقتباس بتحس بالسعادة، لأن لطالما انربط شعور السعادة بالحب، وباليوم الأول يلي بتطبق فيه هذا الاقتباس بتكون بدأت مشوار نجاحك. اسمي ماجد زبيدة، مسؤول تسويق بشركة المشهورة للاستشارات والتدريب. يمكن كلياتكم سمعتوها للعبارة وخلص، هلا صار عندكم فكرة. التوك رح يكون عن افعل ما تحب. اليوم ماني جاي احكي خطاب تحفيزي، ولا جاي احكي قصة نجاح حدثت بظروف مثالية. انا جاي احكي حقائق كيف تفعل ما تحب. كلياتنا بنعرف او ما بنعرف بالاحرى ليش لازم اشتغل شيء بحبه، ويمكن في اشخاص عندهم فكره وفي اشخاص ما عندهم فكره. الانسان اللي بيشتغل شيء بحبه بيكون مبدع، بيكون متميز، بتلاقيه دائما بيشتغل من قلبه وبيقدم كامل ما عنده، لا بكل ولا بمل، بيشتغل اوفر تايم، هو مبسوط، بيفيق كل يوم على شغله، هو مبسوط، بيشرب قهوته، هو مبسوط، وبيستنى الباص لحتى يروح على شغله وهو مبسوط. الدراسات بتقول انه 80% من الاشخاص الناجحين هن اللي بيشتغلوا شيء بيحبوه، وبالاضافه لذلك انه اللي بيشتغل شيء بيحبه ما بيستسلم، بيكون دائما في عنده فكره مستحيل انه يتخلى عنها، قادر انه يبذل الغالي والرخيص تجاهها لكن مستحيل يتركها. عنوان التوك تبعي صناعه القناعه وتنميه المهاره. لربما يسال سائل فيقول شو دخل بكيف افعل ما احب؟ صناعة القناعة وتنمية المهارة هي بمثابة بوصلة رح تدلك لكيف تفعل ما تحب. خلونا بالبداية نعرف شو يعني صناعة القناعة، أو دقيقة دقيقة، القناعة بتتصنع؟ طبعا القناعة تصنع. كلياتنا بنعرف إنه نحن منحب منطقة الراحة الخاصة فينا، منحب كل شيء يجينا على الجاهز، منحب نطلب أكل جاهز، منحب يجينا مصاري على الجاهز، ومنفرح كتير بهذا الشيء. لذلك كان ولا بد من انه نحن نشتغل ونبحث على قناعه تجاه الشغل. هلا انا في عندي قناعه تجاه قضيه ما، وانت في عندك قناعه تجاه موقف صار بحياتك، وانت في عندك قناعه تجاه شخص بحياتك، والقناعه بتكون انصنعت اما من خلال بحثك انت عنها او من خلال المحيط يلي انت عايش فيه. هلا انا رح ركز على قناعتك تجاه الشغل بغض النظر عن قناعاتك تجاه الامور الاخرى. طب كيف بصنع قناعتي تجاه الشغل؟ ما تتخيل مني هلا رح اقعد احكي واحكي واحكي واحكي، لا لا لا، الامور كثير بسيطه، ما بتاكل معك 4 ايام. بحث، تعمق، تجربه، هكذا تصنع كل القناعات. تجاه الشيء اللي انت مفكر انك بتحبه وبدك تشتغله، ابحث وكبر معرفتك فيه، وبعدين بعد ما تحس انه خلصت مرحله البحث تعمق بالبحث. روح شوف أشخاص عم يشتغلون، سير على أرض الواقع، شوف المردود المادي، شوف مستقبله، بعدين انتقل لمرحلة التجريب. هلا بمرحلة التجريب رح تواجه طريقين. الأول هو أنه رح تلاقي الشيء اللي قرأته وبحثت عنه مطابق تماما لما يتم على أرض الواقع. أنت هون بتكون خلصت مرحلة صناعة القناعة وتبلش، أو رح تلاقي أنه الحكي مناقض تماما لما قرأته وبحثت عنه. هلا هون ما بتحس انه انت خلص وما عاد انغدرت بدي كمل بالشغل، لا لا لا، الامور كثير بسيطه، تنسحب، بترجع بتبحث، بتتعمق وبتجرب. هلا بتقلي ان انا بحثت وتعمقت وجربت هيك انا بكون خلصت تمام؟ لا لا ابدا ابدا، انت هلا بتكون مثل يلي لبس لباس معركه لكن ما معه سلاح. طب شو سلاحي؟ سلاحك هو تنميه المهاره. برحله البحث عن تنميه المهاره انت رح تكون بالضبط عرفان شو بدك وعلى شو عم تدور. ما رح تكون انسان ضايع عم يدور على كورس تدريبي لحتى يحضره وبعدها يروح يبلش شغل، لا لا، انت رح تكون عرفان ادق التفاصيل عن اي برنامج انت رح تروح تحضره، رح تكون حتى بالبرنامج متميز، رح تكون غير كل الاشخاص.
أشخاص هذول ممكن يكونوا جايين بس إنه بدي أحضر برنامج لحتى زيد معرفتي. أنت راح تكون جاي لتنطلق بعدها لسوق العمل. طب أنا خلصت رحلة البحث، هلأ شو بصير؟ هلأ بصير إنه أنت إنسان قادر تفوت على سوق العمل لتشتغل شيء بتحبه. طب هلأ هذا الحكي صاير على أرض الواقع؟ أي نعم، بمثالين ليس ببعيد، الشخص اللي واقف قدامكم. كلياتنا بنعرف إنه في شخص أو أي شخص بيواجه نقلة نوعية بحياته، بتغير له وجهة نظره وتفكيره، وأنا واجهت هالنقلة تماماً بعد ما انقبلت بجامعة اختصاص إدارة أعمال. انقبلت صرت دور بالاختصاصات اللي بقلب الجامعة، شو ممكن اختص أنا بعد ما خلصت. قرأت عن الأول مقالة ما كملت 4 سطور مليت، الثاني، الثالث، الرابع كان ماركتينج. قرأت المقالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حسيت حالي ما اكتفيت، رحت صرت دور أكثر ودور 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 لحد ما حسيت إنه خلص أنا هذا المجال اللي رح أشتغل فيه وهذا المجال اللي رح أدرسه. استفنت وسألت حالي معقول استنى الجامعة لحتى تعلمني التسويق؟ انتقلت لمرحلة البحث عن تنمية المهارة. صرت ادور على كورسات على الاونلاين وكورسات على ارض الواقع، كتب، كتيبات، مقالات، اشخاص ناجحين بالمجال وتابعهم. وما بنكر انه في شغلات فادتني وشغلات لا. طيب وانت وصلت؟ ماجد لما كان عمره 19 سنه اسس متجر الكتروني وفشل، مع اني تعاقدت مع تجار وصورت منتجاتهم وسوقت لمنتجاتهم وعرضتهم بقلب التطبيق، بس بغض النظر عن كل الاسباب هو فشل. هلا يمكن انتم تشوفوها انه هي فشل، بس انا كنت شايفه خطوه عظيمه لحتى انتقل لنجاح اكبر واعظم. طيب وشو عملت؟ ماجد هلا هو بالمراحل الاخيره لاطلاق مشروعه الثاني، بالاضافه اني صرت مسؤول تسويق بشركه المشوره. وشركه المشوره مو اي شركه، اللي ما بيعرفها هي الشركه الاولى المرخصه بسوريا لتقديم الخدمات الاستشاريه والتدريب للمؤسسات الماليه والشركات. يعني صناعة القناعة وتنمية المهارة فعالة، المطلوب منا إنه بس تبحث. وأي شخص بيدور على شيء بيلاقيه، رح أرجع عيدها. أي شخص بيدور على شيء بيلاقيه. تأكيداً على هذا الحكي، بيقولوا في ملك قرر يعمر قصر ببلدة جديدة. جاب 3 قضاة وبعثهم على هالبلدة بدون ما يعرف ولا واحد وجود الثاني. غابوا شهر ورجعوا. شاب القاضي الأول قال له حكينا شو شفت بهالبلدة؟ قال له جلالة الملك بلا لك ياها، البلدة كل سكانها حرامية ونصابين وفيها فواحش والخمر بالطرقات. قال له بلا لك ياها جلالة الملك، برأيي ندور على بلدة تانية ونعمل قصر. قال له طيب. إجا القاضي الثاني قال له أنت شو شفت؟ قال له جلالة الملك أنا هلأ بدي منك تطلب أمر دغري نبلش نعمر قصر. قال له ليش؟ قال له البلدة معباية علم وتعليم ومراكز تعليمية وجامعات، سكانها 90% منهم مثقفين. قال له طيب. جاب الشخص الثالث القاضي قال له شو شفت؟ قال له جلالة الملك هي أعظم بلدة فتة بكل حياتي. قال له ليش؟ قال له فيها الدين منتشر بشكل رهيب، لما وصلت على البلدة كان المؤذن عم يقول الله أكبر، العالم سكرت محلاتها وفادت على الجوامع، فيها مراكز لتحفيظ القرآن وسكانها كلهم بيخافوا الله. قالوا جلالة الملك أنا بنصحك هلأ هلأ تنتقل لمرحلة أنه نحن نبني القصر. وتأكيداً على هذا وأكثر من هيك، أنه اللي بيدور على شيء بيلاقيه، قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هلأ بدك تقلي أنه الشغلة صعبة أخي، ما خرج نعمل هيك، ما في حظ حرفياً، هي القصة الشغلة، هي الشغلة الوحيدة اللي ما فيها حظ. المطلوب منك بس تبحث، تصنع قناعة تجاه شغل، بعدين تنتقل لمرحلة تنمية المهارة وتفوت لسوق العمل. هلأ بدك تسألني ليش أنت عم تشتغل مسؤول تسويق وعم تعمل مشروع خاص فيك؟ لأنه لما فشل مشروعي الأول إجا شخص لعندي وحكى لي كلمة كانت أعظم عبارة سمعتها بكل حياتي، قال لي أنت بهذا العمر لازم تشتغل شغلين، الشغل الأول بيسد لك احتياجاتك المادية والشغل الثاني قادر أنه يحقق لك أحلامك. هلا انا بدي اعطي نصيحه لكل الشباب اللي عم يسمعوني واللي هن من عمري. نحن لساتنا بمقتبل العمر،
لساتنا بأول طريقنا ومسارنا المهني، بنقدر نصنع قناعات وننمي مهارات، لسه ما انخرطنا بسوق العمل وقادرين إنه نخلق فاعلية وكفاءة كبيرة بالكوادر اللي رح تنطلق وتفوت على سوق العمل. ولا تضل تقول وتفكر أنا لازم أكون بمكان تاني، أنا لازم أكون بمكان تاني، لأنه بأكد لك المكان التاني اللي عم تقول أنت بدك تروح لإله، بس توصل رح تقول نفس الجملة، أنا لازم أكون بمكان تاني، أنا لازم أكون بمكان تاني. الشغلة مو بالوصول، الشغلة بالرحلة. الأفعى بتوصل للقمة تبع الجبل والصقر بيوصل لقمة الجبل، بس في فرق كل واحد شلون بيوصل. الأول بيوصل زحف والثاني بيوصل طيران. وبس توصل لا تفكر حالك ملكت الأرض وأنت أنجح إنسان على شخص أنجح شخص بهالأرض. لا لا، هدي وروق. ما في شيء أصعب من النجاح إلا الحفاظ عليه. وشكراً.